تحتفل دولة قطر في كل عام باليوم الرياضي للدولة، واليوم طبعا يصادفه الثلاثاء الثاني من شهر فبراير من كل عام. هذا اليوم تم تخصيصه بعد فوز قطر باستضافة كأس العالم 2022، تم تخصيص هذا اليوم بهدف الترويج للرياضة وترسيخ القيم الرياضية في المجتمع. وهذا اليوم طبعا يوم رسمي في دولة قطر، تشارك فيه كل أطياف المجتمع بممارسة الرياضة بشكل عام. وإحنا كسفارة دولة قطر في الجزائر قمنا بعض الفعاليات الرياضية، من ضمنها كرة الطائرة ولعبة المضرب، بالإضافة إلى لعبة الريشة. وطبعا احنا في هذا اليوم نبارك اول شيء لدولة قطر انها استضافت كأس آسيا بالتزامن مع إقامة اليوم الرياضي للدولة، وايضا نشكر الحكومة الجزائرية ونشكر وزارة الخارجية ووزارة الشباب والرياضة على دعمهم الكامل للسفارة. بدعوة كريمة من سعادة الأخ السفير سفير دولة قطر للجزائر الأخ عبد العزيز بن عيمة، شاركنا وبكل سرور في هذه التظاهرة يوم رياضي لدولة قطر، حيث كانت الأجواء تنافسية وبامتياز. الحكم طبعا 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 هو يعني اشرف على الاداء بشكل عام، وكانت الاجواء تنافسيه بامتياز بين الاخوه الاشقاء كما شاهدتم. وهذه دوله قطر كما عهدناها دائما تبهرنا في الاولمبياد كاس غرب اسيا مؤخرا، من خلالكم نبارك للاخوه في قطر ونجاحها وفي تنظيم المونديال كاس العالم 2022. وان شاء الله يعني ان شاء الله كمان نطلب نتمنى من الفريق الجزائري يكون له كمان حضور مميز على الساحه الافريقيه والعالميه مجددا.